يجدد السوريون إحياء الذكرى السنوية 11 على انطلاق الثورة السورية ضمن حفل أقيم في مدينة تادف بريف حلب الشرقي، ضم مدنيين وعسكريين من الجيش الوطني ومؤسسات تعليمية. نؤكد في الذكرى 11 للثورة السورية المباركة على صمودنا ووقوفنا في هذه الأرض، وأننا لن نساوم على القسم المتبقي منها، وسنبقى نطالب به دائما وأبدا، وسنبقى نتظاهر دائما لمحاسبة المجرمين بوتين وبشار. تخلل الاحتفالية افتتاح مدرسة تادف الابتدائية بعد أن تم تأهيلها مسبقا، والتي استقبلت الطلاب مع بداية العام الدراسي الحالي، وذلك برعاية مديرية التربية والتعليم في مدينة الباب. تم تأجيل افتتاحية مدرسة تادف الابتدائية لتكون فرحتنا فرحتين: انطلاق الثورة السورية الذكرى 11 وافتتاح المدرسة الابتدائية. مدرستنا الابتدائية تمت بالتنسيق مع أهالي وأعيان مدينة تادف والمجلس المحلي ومديرية التربية لتخفيف الضغط عن مدرسة الكريزات، حيث هناك كثافة سكانية كبيرة جدا في مدينة تادف. وعلى الرغم من سيطرة قوات الأسد لنصف مساحة مدينة تادف، والتي تشهد اشتباكات متكررة دوما مع قوات الجيش الوطني السوري الذي يبسط سيطرته على القسم الآخر منها، إلا أن الأحياء المحررة فيها بدأت تنبض بالحياة، وعلى ما يبدو أن سكان المدينة يوجهون رسائل إلى العالم الخارجي أنهم متمسكون بأرضهم وثورتهم مهما طال الزمان أو قصر. في كل ذكرى لانطلاقة الثورة السورية يولد أمل جديد عند السوريين بأن مطالبهم ستصل إلى هدفها بيوم من الأيام، ويأملون أن تنعم بلادهم بحق الحرية والعدالة. محمد السباعي، حلب اليوم، مدينة تادف، ريف حلب.